عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه وسلم قال: من ذكرنا عنده، ذكرنا يعني صار كلام عن الحسين وعن مشاكل أهل البيت وعن مصائبهم، من ذكرنا عنده ففاضت عيناه بكى. شوفوا البكاء، دمعت عيونه، شوف البكاء يعني. البكاء اللي هو في الواقع إلى فلسفة، وإن شاء الله في محرم نحاول نتكلم في ما يرتبط بالبكاء ودور البكاء في تنقية النفس. جميل. ففاضت عيناه ولو مثل جناح الذباب، يعني شيء قليل جدا جدا. نعم. غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. شيء مهول، يعني ذنوبك لو كانت بقدر الزبد. زبد تعرفون شنو؟ هذا البياض اللي على الأمواج في أطراف البحر، هذا الزبد مولانا لا يعد ولا يحصى. يقول لو ذنوبك كانت بهالمقدار الله يغفرها. البعض يقول شنو قصة؟ نعم. شنو قصة سيد؟ أبكي بمقدار جناح ذبابة وتغفر لي كل هالذنوب؟ أنا أعطيك جوابه. لأن الإمام الصادق متيقن على أن الذي يجلس هذه المجالس ويستمع لهذه القضايا ويرتبط روحيا ومعنويا بهذا البيت، بيت علي وفاطمة، هذا لا يمكن لهذا الفكر ولهذه الثقافة أن يجعله متماديا في المعصية وفاسقا إلى آخر الخط. يعني هذا رح يوم من الأيام يجره. وين يجره؟ ضابطة أحسنت، رح يجره إلى التقوى، يجره إلى المغفرة، يجره إلى الالتزام. ولذلك أنا أقول دائما يا شبابنا، إذا شفت واحد صايع، واحد تعبان، واحد ما ملتزم، واحد شوية عنده سوالف تعبانة يجي إلى المجالس حسين، رحبوا به.